الاخوان كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وتكونوا ان شاء الله في صحه جيده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخوات والاخوان جزاكم الله خيرا، لا تنسوا اللايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله. اليوم الاخوات بغيت نتكلم لكم على بعض الحيل اللي تقدروا تستعملوها في البيت باش تحصلوا على واحد الرائحه رائعه جدا في البيت، في يعني في الفراش، في لي فوتاي، الكنابي، في الملابس. يعني هاد الحاجه هذه كتحطوها في لي كومود ديالكم مع الملابس، في البلاكارات مع الملابس، مع لالانج غير، مع لي زورا ومع الفراش. اذا اول حاجه هما هاد، غنحتاجوا لهاد الساشيات هادو، راه كيتباعوا في اكسيون، كيتباعوا ب 84 سنتيم، وعندنا فيهم خمسة ديال البياسات. اعتذر على الصوت ديال الموتور. اذا هادو كيتباعوا في اكسيون، فيهم خمسة ديال البياسات، كيتباعوا ب 84 سنتيم. اذا انا غادي نحتاج اولا لهاد الساشيات هادو، وغادي نحتاج لاي بارفان اللي كديروا في الصابون، اي بارفان اللي كتزيدوا باش تعطوا الرائحه في الصابون. انا هنا عندي هاد الغوز هذا، وعندي هاد الاخضر. اذا يمكن لكم نتوما تستعملوا المتوفر عندكم، كاينين حتى في اكسيون كيتباعوا، راه الرائحه ديالهم هائله. انا عندي هاد الاخضر هذا، وعندي هاد الغوز. اذا غادي نستعمل هاد الغوز هذا، الرائحه ديالو هائله. اذا كيفاش؟ طريقه سهله البنات، غادي ناخذوا هاد الساشيات هادو، وغادي نديروا فيهم هاد البارفان ديال لولانج. ندير واحد الكميه يعني لا باس بها، واحد أربعة ملاعق صغار على هاد الشكل هذا. وكنسدو هاد الساشيات، كنسدوهم غير كنجبدو هكا الساشي وكيتسد. ما نقول لكمش البنات الرائحه رائعه، واحد الرائحه. اذا هادو البنات يمكن لكم تستعملوهم، ديروهم في لي كومود اللي كديروا فيهم الحويجات ديالكم، ولا في البلاكار. وتقدروا ايضا تعلقوهم في هاد العلاقات هادو، انكم تشدوا علاقه عندكم وديروها، ديروا فيها هاد الساشي على هاد الشكل هذا، وديروها في البلاكار، وتعلقوا الحوايج ديالكم في هاد العلاقات هادو. المونطوات كتبقى دائما واحد الرائحه رائعه في هذوك الحوايج على هذا الشكل هذا. يمكن لنا ايضا نستعملوهم في يعني في مع الحوايج ديالنا. انا هنا عندي لي فولار زيوفه، دايرهم في هاد الشبيكات هادو. يمكن لي نشد هاد الساشيه هادي اللي صايبت، وانني نديرها هكا وسط هاد هكا مع هاد الحوايج هادو، ولا لي فولار. ولا انا هنا عندي لي فولار كنطويهم على هاد الشكل هذا. غادي نوري لكم الطي ديال هاد الفولار كيفاش كنطويه. صافي، كندير هاد البتي ساشيات كنديرهم هنا مع هاد الزيوفه، باش تبقى الرائحه دائما جميله في هاد لي فولار ولا الزيوفه. اذا الطريقه ديال الطي، كتشدو الزيف هكا الفولار، نحيد هاد الشموع باش ما تشعل فينا، نحيدوهم. اذا كنشد الزيف ديالي، كنطويه، اولا كنطويه على جوج، كنطويه على جوج، وعاد كنطويه هكا، عاود كنطويه على جوج هكا. اذا كنطوي الطيه الاولى على جوج، وعاود كنطوي الطيه الثانيه على جوج. ومن بعد غادي نشد الزيف ديالي على هذا الشكل هذا، غادي ندير ثلاث طيات هذا الشكل هذا، وكنطوي وكنبقى نثني هذا الزيف هذا على هذا الشكل هذا. صافي، كيكون عندي الزيف على هذا الشكل، وكنجيو كنديروا في هذيك الشبكه ولا في هذيك نتوما فاش كديروا الزيوفه ديالكم، وكنحطوه على هذا الشكل هذا. هكا يمكن ليا ندير بزاف ديال لي فولار، بزاف ديال الزيوفه في واحد الشبكه. انا راه مازال عندي البلاصه فين غادي ندير، مازال
هنا كيكونوا الالوان باينين، وكيكون داكشي منظم، الزيوف كيكونوا لي فولار كيكونوا منظمين، كنعرف اين اللون بغيت نهز، كنجي وكنهزو نيشان وكيبقاو مطويين ومرتبين. وهنا عندي هاد الريحه هادي ديال هاد الساشيه هادي اللي فيها البارفان اللي فيها الريحه الزوينه، غادي نديرها هنا وسطهم، هكا كيبقاو دائما كتبقى الرائحه ديالهم جميله. اذا كانت هذه هي الفكره الاولى. يمكن لكم نتوما ديروا اي رائحه متوفره عندكم، انا هادو اللي متوفرين عندي، غادي نستعمل غير هذا الغوز لان عجبتني الرائحه ديالو. اذا هذه هي الفكره الاولى. اذا الفكره الثانيه باش اننا نعطروا لي كانابي، نعطروا الفتيات، نعطروا الزرابه، نعطروا الفراش، يعني تعطروا حتى البياصات ديال البيت ديال الدراري الصغار، البياصات ديالهم تعطروهم، وتعطروا يعني البياص يعني الفراش عامه. اذا الفكره شنو هي؟ غادي ناخذ اي بخاخ، الناس هاد البخاخات راه كيتباعوا في اكسيون، كيبيعوهم ب 60 سنتيم في اكسيون. اذا غادي نشد هاد البخاخ ديالي، وغادي نشد اي بارفان اللي كنديروا للحوايج اللي كننضيفوه باش نحصلوا على رائحه جميله للحوايج. انا هنا عندي هذا بارفوميل، عندي بالغوز، وعندي هذا ابيض، عندي هاد الادوسيسون ابيض. هنا غنستعمل هاد الغوز هذا لان الرائحه ديالو كتعجبني. اذا كيفاش غادي نديرو؟ غادي نخطو هاد القرعه هادي اللي غادي نديرو فيها، غادي نديرو فيها اولا الماء، عاد غادي نضيف واحد الكميه من هاد البارفوم، من هاد البارفان ديال الحوايج بارفوميل. غادي نضيف واحد غير واحد الدوزاج، واحد غير وحده من هاد هادي عمرتها خويتها، صافي غير وحده. صافي غادي نسد هاد الشيبشي هذا، غادي نخلطو مزيان هاد الماء مع هذاك البارفيمين ديال الحوايج. اذا هذا غادي ترشو به غترشو به الكنابيات، الفوتاي، غترشو به الزرابه، غترشو به بالنسبه للعيالات اللي عندهم المدربات، غترشو به هكا غير من الفوق ترشو، يعني ما تخوش بزاف، غير هكا رشات هكا على على المضارب، على الزرابه، على الفوتاي، على يعني بالنسبه للعيالات اللي عندهم كنابي رشوا على الكنابي، اللي عندها البيت ديال الدراري الصغار ترش على الفوق البياصات ديالهم فوق الفراش، بالنسبه للفراش ديال البيت النعاس ديال، يعني تقدري ترشي فوق الفراش ديالك ديال فين كتنعسي، يعني ما تخافي والو. صراحه انا البنات كيعطي واحد الرائحه هائله في الدار. البنات بالنسبه لواحد الفكره لتنظيف المطبخ والحمام الدوش، بالنسبه لهذه الفكره هذه راه ايضا معقمه، كنحتاج للقشور ديال الحامض. اذا الا استعملتوا الحامض ما ترموش القشور، لان هذيك القشور جد مفيده. كنحتاج لهذا القشور ديال الحامض، وكنحتاج للخل الابيض. الخل الابيض طريقه باش غادي نصايب هذا الخليط هذا، هو انني غادي نشد القشور ديال الحامض، قشور ديال الحامض غادي نديرهم في شي حاجه اللي تقدروا تخلطوا فيها هذا الخليط هذا، وغادي نحتاج لهذا الخل الابيض. اذا غادي نضيف هذاك الخل الابيض، هذوك القشور ديال الحامض بهذه الطريقه هذه. نتوما يمكن لكم ديروا واحد الكميه كبيره، انا ما بقاش عندي الخل، عندي غير هذه الكميه هذه. اذا كندير هذا الخليط هذا، كديروا في شي حاجه اللي تقدروا تحتفظوا بها. من الاحسن ان نحتفظوا بهذا الخليط هذا يعني ساعات، يعني 5 ساعات ولا 7 ساعات، تقدروا تخلوا ليله كامله هذا الحامض، تخلوه في هذا الخل الابيض ليله كامله. من بعد اش غادي نديروا؟ غادي نصفوا هذا الخليط ديالنا، غادي نحيدوا منه القشور ديال الحامض، وغنحتفظوا فقط بالخل الابيض، وغادي نديروه في شي بخاخ، نديروه في شي بخاخ،
وتبقاو ترشوا به الاماكن اللي بغيتوا تنظفوا في المطبخ ولا في البيت، يعني الاماكن اما الحمام اما المطبخ اما هكا سطح العمل اللي كتخدموا فيه، اما المهم تنقوا به المطبخ ديالكم وتنقوا به اللي نتوما محتاجين انكم تنقوا. اذا هذه كانت فكرة بالنسبة للتنظيف والتعقيم. اذا هذه بيكربونات الصودا كنخلوها في الثلاجه، كتحيد لنا هذيك الروائح، ما تخليش الروائح الكريهه تكون عندنا في الثلاجه. اذا البنات واحد الفكره ثانيه بالنسبه لهذوك الروبينيات ديال الدوش، الروبينيات ديال الكوزينه، كنعرفوا ان حول هذاك الروبيني كيكون واحد الكالكير، كتكون واحد الماده، يعني هذاك الماء كيسبب لنا واحد الماده كتكون على الروبيني، هذيك كتكون هذيك كيكون الروبيني، وهذوك الدائره اللي حول الروبيني كيكون فيها بعض المرات كتكون كيترسبوا واحد الماده بيضاء ولا الكالكير. اذا الطريقه باش انا كنحيد نهائيا عليا هذاك الكالكير، كنشد هكا قطن. الا كان عندكم هذاك القطن اللي كيتفتح احسن الاستعمال، انا عندي غير هذا، غادي نوريكم غير الطريقه. اذا كنشدوا هذا القطن، هذا كنديروا عليه الخل، اذا غادي ندير عليه الخل، كنصب عليه القليل من الخل، غنهز من هذا الخل هذا. اذا كندير هكا بهذه الطريقه، هذه كنصب شويه ديال الخل على هذا القطن هذا بهذا الشكل هذا، وكنرش عليه القليل من بيكربونات الصودا. غادي ندير عليه القليل من بيكربونات الصودا. صدقوني البنات هذه الطريقه هذه راه رائعه، كتحيد لكم هذوك الليتراس اللي كيكونوا حدا الروبينيات. صافي كندير عليه هذا البيكربونات الصودا على هذا الشكل هذا، بهذه الطريقه هذه راه كتفاعل هذا البيكربونات الصودا هائله يا البنات مع هذا الخل الابيض. اذا كندير هذاك القطن كديروه في هذوك الدائره ديال هذاك الروبيني، وكتخلوه واحد تقريبا واحد ساعه. ملي كتجي كتحيدوا هاد الدوائر هادو كتلقاو ان المنطقه نظيفه تماما، ويمكن لكم ترشوا حتى الخل على هذوك الروبينيات ديال الدوش وديال الكوزينه، كنرشوا عليه هذاك ترشوا عليها هذا الفينيغ هذا، هذا الخل الابيض راه كيخليها كتبري رائع يا البنات. هذا الخل الابيض هذا البنات بالنسبه لتنظيف الملابس، ملي كنديروا الملابس ديالنا في يعني في المصبله اللي كنصبنوا فيها الحوايج ديالنا في لافلانش، كنديروا الخل الابيض، كنديروا مع الخل الابيض، يعني كنديروا واحد الملعقه كبيره ديال الخل الابيض، وكنديروا معاها ملعقه من بيكربونات الصودا، كنديروهم مع دوك الحوايج البنات. صدقوني انا دائما كننظف الحوايج بالخل الابيض وبيكربونات الصودا. الا ما كانش عندكم بيكربونات الصودا ماشي مشكل، ولكن ديروا الخل الابيض راه كيخلي الحوايج يحافظوا على داك اللون ديالهم وعلى داك اللمعان ديالهم، وكيخلي لنا الملابس البيضاء تبقى دائما بيضاء ونقيه. اذا الخل الابيض وبيكربونات الصودا للملابس. البنات فيما يخص الزرابه كيفاش غادي نقوهم، عندنا بيكربونات الصودا، بيكربونات الصود. اذا كنشدوا هاد بيكربونات الصودا، كنجيبوها هكا، كنديروها في شي قرعه اللي عندها هكا، عندها يكونوا تكون فيها ثقب على هذا الشكل هذا. المهم انا هذه هي اللي متوفره عندي، نتوما الا كانت عندكم شي وحده اللي كبيره يعني ديروا فيها، انا هذه هي اللي متوفره عندي، غنديرها في هذه. اذا كنشدو بيكربونات الصودا وكنديروها في كنديروها في القرعه اللي عندنا، كنديروا واحد الكميه يعني لا باس بها، نعمروا القرعه ديالنا لاننا غادي نخلوها غير خاصه بالزرابي. اذا على هذا الشكل هذا غادي نشدو هاد البيكربونات الصودا، وغادي نرشو فوق الزربيه مزيان، يعني نرشو البيكربونات الصودا فوق الزربيه، ثم الزربيه كلها، وغادي نخلو هاد البيكربونات الصودا في هذيك الزربيه، يعني الا قدرنا نخلوها ساعه ساعتين ثلاثه يعني خلوها، ومن بعد غادي تجيبوا لاسبيراتور وغادي تدوزوا على ديك الزربيه ديالكم، تنقوا مزيان داك هذوك بيكربونات الصودا اللي رشيتوا على الزربيه ديالكم، هكا كتبقى الزربيه ديالكم نقيه نظيفه. اذا بيكربونات الصودا للزرابي. اذا كانت هذه هي الحيله الثالثه. ايضا بالنسبه للاحذيه،
لي شوسيغ صبابط كنحتاجو بيكربونات الصودا باش نحيدو هذيك الروائح اللي كتكون في الاحذيه. مثلا انا عندي حذاء ما غاديش نحطو هنا، كنجيبو بيكربونات الصودا وكنرشوها في الاحذيه على هاد الشكل هذا. كنرشو هذيك بيكربونات الصودا، يعني ما نديروش بزاف، صافي يعني غير القليل على هاد الشكل هذا. كيبقاو لينا الاحذيه الرائحه ديالهم مزيانه، ما كتكونش فيهم رائحه كريهه نهائيا بالنسبه للاحذيه. اذا كانت هذه هي الافكار اللي بغيت نشارك معاكم، نتمنى ان شاء الله انها تنال الاعجاب ديالكم وتطبقوها، لانها صراحه غادي تفيدكم بزاف، غادي تحصلوا على واحد النتائج اللي هي مرضيه جدا في البيت ديالكم. ما تنساوش اللايك وتفعيل الجرس، جزاكم الله خيرا ليصلكم كل جديد، وخليتكم على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.